وقد تم استقبالها من طرف الوزير شخصيا. ما عندهم جيتهم الأسبوع الفات طرحتم علينا مسائل متعلقة بالغاز، بالكهرباء، بالموارد المائية، بالمسائل الصحة، بحيث قلت لي بلي كاين بعض المناطق في ولاية إليزي تبعد المقر الولاية بعشرات أو مئات كيلومتر وما عندكمش حتى يعني المركز الصحي واحد. عندكم أبار، عندكم المياه، ولكن ما عندكمش الطاقة اللازمة باش تخرجوا هذا الماء. المهم حنا كلمنا القطاعات المعنية، كل قطاعات استقبلوكم، الوزارة، وزارة الطاقة استقبلكم، وزارة الموارد المائية استقبلكم، وزارة الصحة استقبلكم، هناك وزارة أخرى، السلطة الوطنية بطبيعة الحال، السلطة الوطنية الانتخابات استقبلتكم. لماذا؟ وأنا وندد بالحرمان تاعكم، حيث في 2014 أردتم أن تصوتوا من أجل لصالح مرشح معين، حرمتم بهذا الواجب الوطني، وكذلك بحريتكم في اختيار المسؤولين ترونه يعني مناسب لكم، ولكن ما دام مشيتوش في الخط المعين جريتم في قوائم انتخابية، هذا حرام وعيب. والحمد لله اتصلنا برئيس السلطة الوطنية للانتخابات، استقبلكم وحل هذه المسألة. في تقارير نتاعنا رايح نندد كل قطاعات وكل شخصيات الوطنية التي تعرقل التسيير يعني الجمهورية كما أرادها المسؤول الأول لهذه الدولة. المشكل الأساس اللي تلقلنا من أجله هو المطالبة بأداء الواجب قبل المطالبة بالحق. في الانتخابات الرئاسية 2014 أنا ذاك المواطنين هادو البدو الروح المقيمين ضمن المناطق هادو صوتوا لصالح مرشح ما عكس ما صوتوش لصالح رئيس الجمهورية أنا ذاك، باش نكونوا صراحة. من ثم بدأت التضييق على هاد المواطنين، يعني هم لا ذنب لهم، أن جاهم المشرف على الحملة الانتخابية نتاع المرشح ما وراحوا ما في الانتخابات. وفي المراجعة العادية لمراجعة القوائم الانتخابية في أكتوبر 2018 تم حذف هذو المواطنين، شطبهم نهائيا من القوائم الانتخابية بحجة أن هذ المواطنين يقيموا في إقليم الجغرافي لولاية تمنوسط، مع أنهم بدوا الرحل من الاستقلال صوتوا في المركز هذا.